مني أنا طوني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجراء الكلام، مساء الخير. يقول المثل المصري الشائع: يا بخت من كان النقيب خالي. وغنت السندريلا سعاد حسني في مسلسلها هو وهي أغنية خالي البيه. معظمنا إن لم يكن أغلبنا يتمنى أن يكون خال البيه، فما بالنا إن كان عمنا أو خالنا أو أبونا هو رئيس أو ملك في أحد البلدان العربية. ولكن في أيامنا هذه يبدو أن الأمور قد اختلفت تماما، فكلنا يذكر منذ شهور قليلة أن عائشة القذافي بعد أن خرجت من ليبيا لم تجد مكانا تلد فيه سوى على الحدود الجزائرية، وظلت طائرة الرئيس التونسي السابق عالقة في الفضاء لساعات طويلة قبل أن تجد مكانا تحط فيه، مثلما لم يجد شاه إيران دولة تأوي بعد الإطاحة به. واليوم بعد سقوط بعض الأنظمة سارع الكثير من أقارب وأصدقاء الزعماء إلى التنصل منهم، فالليلة نبحث في عائلات من حكموا مصر بعد ثورة 52، علاقاتهم بالسياسة والبزنس عندما استعملوا السلطة أو قربهم من السلطة كداعم أساسي لفرض هيمنتهم. لدينا هذه الليلة عدة ضيوف من عدة اتجاهات، ما عساهم يقولون وما عساهم سيكشفون الليلة للرأي العام للمرة الأولى. دعونا أولاً نتوقف مع هذا التقرير. وأنت تقلب في صفحات التاريخ تطالعك حكايات زوجات الرؤساء والملوك الذين ساهموا في كراهية الشعب لحكامه وعجلوا بالثورات والاحتجاجات التي أطاحت بهم، فمن يغفل دور الملكة ماري أنطوانيت ببذخها ومبالغتها وانحرافاتها في سقوط زوجها لويس السادس عشر حتى تدحرجت رأسيهما بعد أن قطعت على المقصلة. وتطالعنا الأخبار عن اتهامات بالفساد تطال زوجة أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وأخريات مثل ليلى بن علي وسوزان مبارك. أكثر أبناء الرئيس استغلالا للمنصب أعتقد الرئيس السابق حتى الآن، يعني أنا ما أعرفش الظهور المبكر لأولاد الرئيس مرسي، ما أقدرش أحكم عليهم لفترة 8 أشهر، إنما أبناء الرئيس السابق كان ظهورهم قوي سواء في السياسة أو في البيزنس يعني. إنما اللي هو كان يعني شبه مثاليا هو الرئيس عبد الناصر، وأبنائه كانوا بعيدين تماما عن، وأسرته والست تحية كاظم رحمة الله عليها لم تكن في دائرة الضوء لا من قريب ولا من بعيد. إنما برضو جهان السادات أو سوزان مبارك أو زوجة الرئيس مرسي إلى حد ما بتظهر، راحت عزت في أحد المناسبات الاجتماعية ولها نشاطها الاجتماعي، لكن معليش بوكس لم يسلط عليه الأضواء بعد في الصحافة يعني، وإن كانت الصحافة المستقلة تتناوله من حين لآخر. هل هو إغراء الكرسي والنفوذ الذي يشجع هؤلاء على الاستفادة من وراء أزواجهم؟ أولاد حسني هما سبب في الكارثة اللي احنا فيها لحد دلوقتي يعني، إذا كان جمال ولا علاء، الأول كان علاء وما كانش حد بيستغرى يجيب سيرتهم، لدرجة إن جه علينا وقت افتكر الناس دي مش موجودة. جمال عبد الناصر أحد الناس اللي كانوا يشهد لهم بالنزاهة فيما يتعلق باستغلال المناصب. جهان السادات كانت بتستغل النفوذ وظهرت بالعديد من المناصب، وكانوا مسمينها يعني في احتباطا كأنها المرأة الحديدية. بداية حكمه ما كانش فيه استغلال للسلطة، ولكن كان فيه ظهور بشع للسيدة الأولى في ذلك الوقت السيدة سوزان مبارك. وبعد ذلك تردد شائعات عن مشروع التوريث منذ العام 2005. جمال عبد الناصر ما فيش حد من ولاده استغل منصبه أبدا، وكذلك السادات ما كانش عندهم الفكرة دي. تقريبا المصطلح ده والفكره دي بدات مع حكم الرئيس مبارك الرئيس السابق، وبدات كمان مش في بدايه حكمه يعني، هو من منتصف التسعينات او من اواخر التسعينات وبدايه الألفين ابتدينا نسمع فعلا ان في تدخل من اولاد مبارك وابنائه. بعد ما كبروا ابتدوا يتدخلوا في الشؤون المصريه سواء في الاقتصاد او في الشركات او في مع رجال اعمال، ابتدى فعلا ان ابناء مبارك يتدخلوا في الشؤون المصريه ويستفيدوا من مناصبهم ويستفيدوا من كون والدهم هو رئيس الجمهوريه، وده طبعا كان ليه
يعني بالغ الأثر السيء على مصر وأدى إلى ثورة 25 يناير. أبناء الرؤساء الذين كما يقول أحد الكتاب حولوا بلادهم إلى شركات خاصة يستثمرون فيها وتسخر لهم كل الإمكانيات، واليوم أبناء مبارك ومن نجا من أبناء القذافي يحاكمون بتهم فساد أمام المحاكم. في واقع الأمر كان أبناء الرؤساء في الجملة كانوا دائما صداع، يعني صداع لآبائهم وصداع لدى الرأي العام الذي ربما يريد أن يضع يعني أبناء الرؤساء تحت الميكروسكوب وتحت يعني المجهر، فتصبح كل خطوة محسوبة عليهم إلى درجة أن يكتب ابن الرئيس مثلا بعض العبارات الحادة في مواجهة المعارضين ابن الرئيس مرسي على تويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي، فتجد هجوما عليه كاسحا كما لو كان يستغل موقع والده من أجل هذا التواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن أي عابر سبيل الآن يستطيع أن يفعل ما يفعله ابن الرئيس مرسي من خلال يعني الاحتداد على أبناء على الآخرين أو المعارضين له أو المختلفين معه في التوجه السياسي. في واقع الأمر هي المسألة ممكن تبقى في عملية التعامل معها تختلف، يعني السيناريوهات مختلفة، لكن في نهاية الأمر الابن هو دائما وليس أبناء الرؤساء فقط هو نقطة ضعف أبيه. لماذا تفسد عائلات الرؤساء؟ وكيف يعجل هذا الفساد بسقوط رأس الدولة؟ لماذا يتعلم أبناء الرؤساء في الخارج حيث قيم الديمقراطية والمواطنة والحرية والعلم ويعودون لبلادهم فيطبقوا على شعوبهم عكس كل ما تعلموه؟ لماذا تحرص عائلات الرؤساء على حصول أبنائها على جنسيات أخرى وكأنهم يتبرؤون من أوطانهم؟ أسئلة كثيرة في حلقة نتناول فيها بالتحليل والدراسة عائلات رؤساء مصر في العصر الحديث. إذن بعد ما شاهدناه في هذا التقرير وبعد ما استمعنا إليه من عدد من المواطنين المصريين الذين تحدثنا معهم في الشارع، إلى أي مدى ينطبق أو تنطبق أقوال هؤلاء على الواقع وعلى الحقيقة التي سوف يطلعنا عليها هذه الليلة ضيوفنا من مؤرخين ومن مناصرين أو ناس فينا نعتبرهم شهود على مراحل رئاسية مهمة وعلى سلوك عائلات الرؤساء خلال عهودهم. يسعدني أن أستضيف معي الإذاعية والكاتبة الناصرية فريدة الشباشي. مساء الخير. مساء الفل. أهلا فيك. يسعدنا أيضا أن أستضيف الدكتور حلمي النمنم المؤرخ ورئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق. أهلا بك دكتور. ويسعدني أيضا أن أستضيف معي الدكتور أحمد فودة وهو عضو لجنة التثقيف السياسي في حزب الحرية والعدالة. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ طوني. وأيضا معي الزميل الصحفي في جريدة روز اليوسف وأحد المدافعين عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وهو ابن رسام الكاريكاتير الشهير طغان وهو الأستاذ وليد طغان. مساء الخير وليد. أهلا بك توني. أهلا بكم جميعا. إذن الحلقة الليلة كما تشاهدون فهي من أربعة جوانب. الجانب الأول سيكون مع الدكتور حلمي النمنم المؤرخ الذي سيسرد لنا تفاصيل ووقائع حول علاقة عائلات الرؤساء، يعني حسب التأريخ لهذا الموضوع. الدكتورة فريدة الشباشي طبعا هي معروفة بميولها الناصرية الحادة جدا، وهي ستدافع ربما عن زعيم عربي يمكن أن يكون هناك قناعة ما أن أسرته كانت بعيدة جزئيا عن إطار الحكم، إنما المهمة ستكون صعبة بالنسبة للضيفين الآخرين، لأن أحدهم سيدافع عن أكثر الأشخاص اتهاما بأنهم استغلوا السلطة واستغلوا المناصب وأدوا إلى ما أدت إليه الأمور في مصر، وهم أبناء الرئيس مبارك أو عائلة الرئيس مبارك، وهذه مهمة وليد. بينما مهمة الدكتور فودة هي الدفاع عن أسرة الرئيس مرسي الذي
يبدو أنها بدأت تظهر إلى العلن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بتدخلات لم نشهدها في السابق من اتهامات وهجومات تصل إلى حد الشتم في بعض الأحيان للمعارضين. بعد الفاصل نستمع إلى ردود ووجهات نظر ومواقف ضيوفنا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم جديد في أجراء الكلام، هذه الحلقة المخصصة لتسليط الضوء على الدور التي تلعبه عائلات الرؤساء والاستغلال والنفوذ الذي يحكى عنه ويحاكم به البعض فيما التاريخ يحاسب البعض. دعونا نبدأ أولا مع الدكتور حلمي، نظرة عامة عن وضع الأسر وأبناء وزوجات وأقارب الرؤساء في مصر، إلى مدى كان هناك استغلال لهذا النفوذ أو لهذا المنصب؟ من أكثر العائلات استغلالا ومن أكثرها كان حياديا؟ أولا عايز أضع تحفظ في البداية أن احنا تجربة رؤساء مصر السابقين الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك يمكن الحديث عنها لأن هي تجربة اكتملت. نعم. بينما تجربة دكتور محمد مرسي لم تكتمل بعد بل هي في بدايتها، ولكن هناك بوادر طبعاً. هناك مؤشرات يعني هنتكلم يعني في هناك من سيقول أيضا أن بعض الرؤساء عندما انتهت ولايتهم يعني إن كان توفاهم الله أو تم اغتيالهم لم يكن أولادهم وصلوا صحيح. إلى أعمار يعني إلى عمر أعمار البلوغ للتدخل في الشؤون، يعني كانوا يمكن بعضهم صغار وغير قادرين، بينما الرئيس الوحيد الذي يعني سمحت له الظروف أنه عائلته تكبر ويكون عنده نفوذ هي الرئيس الأسبق حسني مبارك. فيما يخص الأسر على مستوى الأبناء، الرئيس عبد الناصر أبناؤه كانوا بعداء عن استغلال النفوذ. قد كانوا أعمارهم؟ يعني بفترة الحكومة هو لما الرئيس عبد الناصر تولى كان أكبر أولاده خالد كان لسه طفل، يعني في الصورة لا ما كانش طفل خالد، كان في الجامعة. لا لما تولى هدى. لا لما تولى اكبر هدى اكبر اولاد الرئيس عبد الناصر ثم منى ثم خالد. لما الرئيس عبد الناصر تولى في صوره شهيره نشرت في المصور سنه 53 في الذكرى الاولى ثوره يوليو، الرئيس عبد الناصر حاضر الحفل وكان لسه بيرتدي الزي العسكري وابنه خالد طفل حطه على رجليه. يعني كان لسه، لان خالد الله يرحمه كان مواليد 48، فيعني وقتها كان لسه ابن 4 سنوات أو 5 سنوات. لكن حينما اقترب من نهاية الرئيس عبد الناصر كان خالد تخرج من كلية الهندسة وكانت منى صارت يعني تخرجت ومدى تخرجت وعملوا، لكن ما كانش ليهم استغلال نفوذ. وفي وقعة شهيرة جدا أن الرئيس عبد الناصر لما منى عبد الناصر ما قدرتش تجيب مجموعة في الثانوية العامة يؤهلها لدخول جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس لم يحدث أي استغلال للنفوذ وتقدمت التحقت بالجامعة الأمريكية، ووقتها كان الالتحاق بالجامعة الأمريكية غير الآن. الآن الالتحاق بالجامعة الأمريكية رمز الثراء المادي أو التميز المعرفي والعلمي. في الخمسينيات والستينات كان الالتحاق بالجامعة الأمريكية شيمة الطالب غير المتفوق. نعم. وبالتالي ابنته منى دخلت الجامعة طيب. الأمريكية. إذا ما بدنا ناخد سيرة الأولاد، لأنه أخذنا بعين الاعتبار أنه الأعمار كانت صغيرة، حتى لو دخلوا الجامعة كان بعضهم بأعمار ده صحيح. يعني ما كانوا بعد يعني متملكين من الأمور. حط أولاد جانبا، دعنا نتكلم عن زوجة الرئيس عبد الناصر، دعنا نتكلم عن أقارب، يعني الصهر، الزوج، أخو الزوجة، مش عارف الزوجة إذا كان أيوة كان في عنده أشقاء، كان عنده أشقاء وحصل عنده أشقاء. كان فيما يخص زوجة الرئيس عبد الناصر اللي هي سيدة تحية لم يكن لها دور سياسي ولا دور اجتماعي، كانت ربت بيت، سيدة مصرية محافظة ربت بيت، لكن أصير ما كانش لها أي تدخلات هي ظهرت أظن مرة واحدة لما كان مسافر يوغوسلافيا، حتى ما نزلتش معاه من الطيارة، نزلت من السلم الخلفي أو من باب خلفي للطيارة.
الناصر، لكن حدث كلام وقتها عن الليسي شقيق جمال عبد الناصر، ليس نعم. عبد الناصر، ان في استغلال نفوذ، وكلام عن شوقي عبد الناصر شقيق. استغلال نفوذ باي اطار كان؟ انه الكلام في الاطار المالي بمعيار الستينيات، يعني حصل وفي حد فيهم يعني هو تحفظ عليه وعمل له مشاكل الرئيس عبد الناصر. في حاله الرئيس السادات الزوجة السيدة جيهان السادات دي كان لها دور سياسي من بدري، من الأربعينيات، حتى من لحظة تعرفها بأنور السادات وظلت على هذا الدور حتى في زمن الرئيس عبد الناصر، وهي زوجة نائب رئيس الجمهورية كانت بتقوم بدور، وكانت بتزور الجرحى في المستشفيات بعد 67، وكان ليها كانت أيهما الأصح برأيك؟ أنه ألا يجب أن يكون للزوجة أو للسيدة الأولى أو للرئيسة الأولى دوراً أساسياً؟ يعني يوم هل من المسموح أنه زوجة رئيس بلاد أنه تكون محجوبة عن الأنظار، ما حدش يعرف عنها حاجة، لا ينبغي أن الزوجة هتقوم بدور، لكن المشكلة أن عندنا ما فيش قوانين بتنظم ده. نعم. يعني في العهد الملكي كان في قوانين بتقول الملكة الأم وضعها إيه، الملكة وضعها إيه، الأميرات يقوموا بإيه وما يقوموش بإيه. في العصر الجمهوري متسابة خالص، وده اللي بيعمل المشكلات. نعم. يعني أنا في تصوري وكان ينبغي، ونحن بنضع الدستور الذي الدستور اللي اتطبخ من كام شهر في القاهرة ده، كان ينبغي أن يتم في حديث، يبقى في باب أسرة رئيس الجمهورية، زوجته إيه دورها، إيه مخصصاتها، إيه حدودها. نعم. لأنه من يعني من ضمن المشكلات الضخمة جدا التي حدثت بعد حرب أكتوبر، إن السيدة جيهان السادات كانت بدأت تزور الجيش ووحدات من الجيش، وحصلت مشكلة ضخمة جدا والرئيس السادات منعها. المشكلة شو اللي حصل؟ إنه في نهاية الأمر إنه كانت بدأت تزور بعض الوحدات بعد حرب أكتوبر، وأظن إن إحسان عبد القدوس نصح الرئيس السادات إنه بلاش ده، لأن ما ينفعش مؤسسة القوات المسلحة أو الجيش إن هي تدخل في المسائل السياسية، وأظن إن ده توقف يعني ما استمرش. المشكلة إنه ما فيش قواعد لا في البروتوكول ولا في القوانين بتحدد. شو أكثر تمادي سجل على السيدة جيهان السادات؟ يعني اليوم لما بدنا نقول إنه السيدة جيهان السادات استغلت نفوذ إن هي زوجة رئيس جمهورية مصر العربية أنور السادات، شو أكثر موضوع يعني فينا نسجله عليها كأنه هي استغلت هذا المنصب لأمور شخصية أو لا؟ لأمور شخصية ما أقدرش أسجل عليها حاجة، اللي موجود كله شائعات وكلام مثلاً. إنها يعني إنه كانت بتناصر، إن هو كانت في مجموعة من المحيطة للرئيس السادات هي بتقول رأي في بعض الأمور السياسية، بيؤخذ رأيها بتتدخل، وده في أيام، لأنه في فترة الرئيس السادات كان الرئيس السادات كان عامل زي الرئيس عبد الناصر، في يحب إنه يبقى في الدولة مجموعة من الأجنحة. هي كانت موجودة في جناح المهندس عثمان أحمد عثمان، اللي هو جناح السلطة والمال، ده كانت هي بتساند هذا الجناح. في بعض الناس، وده مش مؤكد، بيقولوا بالعكس إن هي كانت جناح تهدأ إلى جوار الرئيس السادات، وكانت تحاول الحد من اندفاعاته. الكلام اللي بيقوله في الخطب، الهجوم الشديد اللي بيعمله على بعض الناس، على الزعماء العرب، هي إن هي كانت بتحاول إنها تتصل بالمؤسسات الصحفية وتحد من هذه المسألة، لكن ده يظل كله في كلام الشهادات والاجتهادات الشخصية والخاصة. لكن ينبغي أن يذكر للسيدة جيهان السادات أنها قامت بدور مهم لمنصة المرأة المصرية وحقوق المرأة المصرية. طيب كمان من ضمن الإشاعات أن كان من يزعج أو يعني بيزعل السيدة جيهان السادات كان يحبس، يعني يصير له مشكلة. لا يحبس يصير له مشكلة، ده صعب إن أنا أقولها، مش ثابت. مصر. لكن بس هي في مشكلة، في لا في واقع محددة، كان في مشكلة حصلت مع الدكتورة سعاد أبو السعود، لما كان الدكتورة سعاد أبو السعود، وده هيرجعنا لأن ما فيش قوانين حاكمة. الدكتورة سعاد أبو السعود كانت مسؤولة المرأة في الاتحاد الاشتراكي، فاعتبرت أنها ممثلة المرأة المصرية، وحصل احتكاك بينها وبين السيدة الأولى، من الذي يمثل المرأة المصرية ويبقى وجه المرأة المصرية، سيدة مسؤولة المرأة في الاتحاد الاشتراكي أو في الحزب الحاكم أو زوجة الرئيس؟ ده الكلاش اللي حصل. الدكتورة سعادة أبو السعود اتكلمت فيه وقالت حاجات كتيرة، السيدة جيهان السادات نفت هذا الكلام. لكن بزوال واختفاء
نموذج دكتورة سعادة بالسعود أصبحت السيدة الأولى، وأنا آسف إن أنا أقول في التعبير ده، المفروض إن اللي يبقى جنبيها ما تبقاش سيدة ند ليها ولا مناظرة ليها، ولكن تبقى وصيفة حتى لو كانت في منصب الوزير. وده حصل في أواخر أيام الرئيس السادات وطوال عهد الرئيس مبارك. ده مشكلة، وده سببه أنه لا يوجد قانون في مصر يقول دور السيدة الأولى، دور زوجة رئيس الجمهورية يعني حدودها إيه يعني بالتدخل. ما قصدته هي يعني عندما نشرت الصورة التي تقبل فيها إحدى الوزيرات يد السيدة سوزان مبارك، ده هيدخلنا في سكة تانية، أنه النظام الحاكم في زمن مبارك، وده أنا أقدر أقوله هذا الكلام لأن أنا كتبت ده في وقتها، لم يكن يبحث عن أصدقاء ولا مناصرين ولا مؤيدين، كان يريد خدما. وده اللي عمل المشكلة، إن لما خرجت السيدة الوزيرة التي قبلت يد زوجة رئيس الجمهورية، حتى لما الصحف تكلمت وانتقدت هذا الكلام، طلعت الوزيرة قالت وفي إيه أنا بحبها، حتى دفعت عن موقفها، دفعت عن اللي بتقوله. وده يعني تقبيل اليد عيب، لأنه حتى يعني أفهم إن حد يكون في علاقة أبوة وبنوة، في علاقة حب حقيقي، في تقدير، ده ممكن، لكن تقبيل اليد دي مسألة سخيفة جدا ولا أخلاقية. ومع الأسف دي حصلت مع زوجة رئيس الجمهورية، وحصلت مع الرئيس مرسي يوم ما كان في ميدان التحرير. من قبل يد الرئيس مرسي؟ أحد الإخوان المسلمين قبل يده وقال أنا سعيد إن في رئيس مسلم بيحكم مصر، يعني دي وعلى على قبل أن من الناس كلها. أنا بس قبل ما انسى، لان انا تعرف بنسى، ما اعرفش اذا كان الاستاذ حلمي فاكر ولا عارف الواقعه دي. كان في عيد العلم مره، وكان جمال عبد الناصر بيسلم الشهادات للفائزين، وكان في الحسيني فوزي، مش حسين فوزي، الحسين فوزي، وحاول يقبل ايد عبد الناصر، وعبد الناصر سحب ايده، وكانت في عينيه نظره عمري ما حنساها لغاية ما موت، يعني استنكار و يعني كانت فظيعة، نظرة فظيعة. الحسيني فوزي هو الحسيني، لا أنا، لا أنا مش فاكرها، بس اللي أنا عارفه أن الرئيس عبد الناصر لما كان بيصافح حد كان بيمد إيده على بعد كده لكي تكون هناك مسافة، في كرامة، وده موجود، ده البروتوكول يقضي، البروتوكول بيقضي ده، إلى درجة أن في عهد الرئيس مبارك سنة 2007 أحد رؤساء التحرير وهم قاعدين في لحظة صفاء كده، فقال له تسمح لي يا سيادة الرئيس، قال له تفضل، قام خده بالحضن وباسه، فالحارس قال له لولا أنك أنت استأذنت كنت ضربتك بالرصاص، لأنه ما ينفعش أن حد يقرب من رئيس الجمهورية. لا بس دي مسألة بروتوكول. بس ده كان بيديله الشهادة، أنا شفتها في التلفزيون. أنا خلاص بقى أنا مصدقك، لكن أول مرة بسمع بيه. ده فيما يتعلق بالرئيس. أولاد السادات، لا أولاد السادات، يعني ينبغي أن نقول السيدة جيهان السادات ينتقدها من يشاء كل شيء، لكن ربت ولادها كويس جدا جدا الحقيقة. يعني ابنها جمال لم يتدخل سياسيا، رغم أنه كان كبير في عهد والده. ده كان عمره بيه عهد والده، كان متخرج من الجامعة، يعني تخرج من الجامعة وأنور السادات لم يتدخلوا أبدا، لم يتدخلوا نهائيا، وكان مناهم، وهذا يحسب للرئيس السادات. نعم، بل أنا هقول لك وقعة ناس كتير ما بيقفوش عندها. يوم 6 أكتوبر 1981 والرئيس السادات جالس في المنصة، كان قاعد ورا في الصف الثالث أو الرابع جمال ابن حسن مبارك، وما كانش جمال السادات موجود، ما كانش جمال السادات موجود. فأولاد السادات سواء البنات أو جمال مبارك كان قاعد في المنصة، كان في المنصة يوم 6 أكتوبر 1981، يوم اغتيال، يوم اغتيال السادات، كان موجود، كان جمال موجود، وقالوا يعني هو كان حابب يروح وابن النائب ودخلوه، ده كان موجود، وموجود في الصور الفوتوغرافية إلى الآن، من يعود إلى الصور يجد جمال مبارك كان موجود فيها. الصور موجودة؟ الصور موجودة، الصور موجودة ونشرت، لكن ما حدش ركز عليها. لكن يعني هيدي، يعني هيدي دلالي كمان تبرئ من اتهم الرئيس السابق حسني مبارك أنه كان يعلم بمحاولة اغتيال السادات، يعني عندما نشر هذا الفيلم على اليوتيوب أنه كان يعلم بمحاولة الاغتيال، ده كلام وهرب وتم تهريبه. يعني إذا واحد أخذ ابنه معه يعني طبعا ما كانش عارف أنه في محاولة اغتيال، بعدين المخاطرة، يعني نازل واحد بيضرب بالرصاص، واحد في المليون،
زي ما في اخوان دلوقتي يقول لك المنشيه كانت تمثيليه. تمثيليه مين؟ ده عبد الناصر لو جبت له ابوه عشان ينشن عليه تمثيليه ما يقبلش، لو جبت له ابنه ما يقبلش، مش مستحيل. لا طبعا مش ممكن، كان عارف يعني لانه استخبى تحت الكرسي. ولاد الرئيس السادات لم يستغلوا، لكن شقيقه استغل النفوس. عصمه السادات، عصمه اخوه، اخو استغل النفوس، استغل النفوذ وحكم بعد اغتيال الرئيس السادات، حكم على زمن مبارك، حكم في بدايه عهد مبارك. نعم. ودخل السجن. استغل النفوذ باي طريقه؟ المال، يعني جمع ثروات ضخمه، ثروته تضخمت وقيل كلاما كثيرا فيها، لكن في نهايه الامر حكم باستغلال النفوذ واخذ اراضي وتضخمت ثروته، حكم من في سنه 83 ودخل السجن شقيق الرئيس السادات، حكم في عهد مبارك. بس حلوه تضخمت ثروته دي. هو ما كانش عنده ولا حاجه، بقى عنده ملايين يعني. انا الكلام القانوني يعني. لما اللي اتقال وقتها زجئنا بقى الى اولاد مبارك فحدث ولا حرج. هل عائله جيهان السادات في زمن انور السادات، طبعا مع حفظ الالقاب وكل حاجه، هل اهل يعني عائله جيهان السادات في زمن انور السادات استغلوا ايضا النفوذ وكان لهم حضور؟ ما استغلوش النفوذ، احنا حتى ما نعرفش يعني، احنا نعرفها هي، لكن مين اخواتها، مين اسرتها، مين اقربها؟ لا 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 يعني الحقيقه لا، ما ده ما حصلش. السادات في نهايه الامر كان رئيس دوله، وده كان عصر ما يسمحش بالكلام الفارغ اللي احنا شفناه بعد كده، لانه لما هنيجي بقى في عصر الرئيس مبارك ولاده استغلوا النفوذ، زوجته استغلت النفوذ، لكن انا ما اعرفش هل دي ظاهره مصريه ولا ظاهره عربيه، لانه في الوقت اللي استغل هو يبين انها ظاهره عربيه، ظاهره عربيه يعني اولاد صدام حسين، اولاد حافظ الاسد، اولاد القذافي، اولاد علي عبد الله. نعم. صالح، ولكن ولكن انا الظاهره دي كنت عاوز اسال فيها سؤال لحضرتك شخصيا قبل ما يكون موجه للكل. دائما في، دعنا نقول يعني عفوا على التعبير لانه يمكن ما يعجبش البعض، ولكن هي واقعه، في ظل حكم الديكتاتور تختفي المراه يظهر الاولاد، او يعني بيكون هو الحاكم. احنا كان عندنا اثنين ستات، واحده بدعت لنا حكايه السيده الاولى ما كناش نعرفها، والثانيه كانت طول النهار صورها اكتر من صور مبارك. بس بزمن جمال عبد الناصر لا الوقت، انت استنى، لا انت قلت في عصر الديكتاتور طبعا بتظهر المراه، بتختفي المراه، تختفي المراه. طب هنا بقى ما كانتش مختفيه، كان ديمقراطي مين؟ السادات ومبارك. بس ما كانوا يعني، خلينا نقول بلاش مختفي يعني. صدام حسين ما اعرفش مرات، انا ما اعرفش، ما حدش يعرف شيء عن يعني عن الحكم. لا السيده ساجده لا ما سمعناش، لكن ما سمعناش. ولاد وعدي وقصي كانوا حدث ولا حرج. بن علي لكن ما اقدرش اعمم القاعده دي. زوجة الرئيس التونسي مثلا كان ديكتاتور، علي زين العابدين كان ديكتاتور خالص. وكان فاسد طبعا. لا فاسد شيء ديكتاتور، والديكتاتور شيء. لا كان يعني نحن نتكلم عن ديكتاتور يعني عن حاكم، عن حاكم يعني. هقول لك هقول لك دليل حاجه انا عشتها وشفتها، دليل ديكتاتوريه علي زين العابدين. نعم. احنا في معرض القاهره الدولي للكتاب كان كل سنه متعود انك انت بتروح بتلاقي بيان الكاتب الفلاني في بيروت تعرض لاضطهاد فنتضامن معه. نعم. الكاتب الفلاني في دمشق، فكان في صحفي في تونس قبض عليه وحكم، فانا رايح المعرض عندي ندوه، فحد من الشباب قابلني قال لي في زميل لينا تونسي واحنا عاملين بيان نتضامن معه، توقع معانا. قلت له وقعت. فات اسبوعين بالظبط، وفجاه في يوم الصبح لقيت تليفون جاي لي مسؤول رفيع في السفاره التونسيه بالقاهره، فلان معايا. قلت له ايوه انا، حضرتك وقعت على بيان كذا كذا ولا حد زور توقيعك؟ قلت له لا انا وقعت عليه. ليه؟ قال لي اصل رئاسه الجمهوريه في تونس بعتين بيستفسروا عن اسمك، انا كتبت صحفي في مؤسسه دار الهلال. قلت له ما البيان فيه 50 واحد. قال لي لا انت في مؤسسه قوميه، يا سلام، فازاي توقع على بيان زي ده؟ قلت له اوقع على بيان زي ده؟ قلت له اذا كنت انا بوقع على بيانات ضد حسني مبارك مش هوقع على بيان ضد علي زين العابدين. انا بعد ما المكالمه انتهت قلت طيب ده اذا كنت انا وانا مواطن في القاهره رئاسه الجمهوريه في تونس بتستفسر عني، فماذا لو انني مواطن تونسي؟
عائلة الرئيس السابق حسني مبارك ووصولا إلى الرئيس الحالي دكتور محمد مرسي. بعد الفاصل نستمع إلى موجز تاريخي عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. نتابع أجرى الكلام. اعترضت خلال الفاصل السيدة فريدة الشباشي على كلمة ديكتاتور. طبعا بعترض، لأن الديكتاتور ده، شوف أقولك على حاجة، حتى في التعريف بتاع الديمقراطية في العالم كله، الديمقراطية هي حكم إيه؟ الأغلبية، صح؟ في حد منصف في العالم من أول أقصى عدو وأقساه كمان إلى أكتر واحد بيحب عبد الناصر؟ يعني الدكتور مرسي اليوم هو الأكثر ديمقراطي عبر مصر؟ لا طبعا مصر، لا لأنه الوحيد اللي إجا بأغلبية الشعب انتخابا. أغلبية مين؟ استنى، إذا كنت عايز أغلبية مين؟ لحظة لا خلينا أكمل الأول على عبد الناصر. حضرتك قلتي أنه الديمقراطية هي حكم الأكثرية، صح؟ بالضبط. طيب بس الواقع والفعلي، خلي الدكتور مرسي النهاردة ينزل يمشي في شوارع القاهرة زي ما كان عبد الناصر بينزل يمشي في شوارع القاهرة بعربية مكشوفة، زي ما راح الأزهر يصلي، زي ما كان حسني مبارك، زي ما كان حسني مبارك كانوا يهللوا له ويرحبوا فيه. مش حكاية يهللوا له، أصل في، شوف، ما احنا في عصر التكنولوجيا، يعني الكاميرا لا تكذب والصور لا تكذب. أنا المرة الوحيدة اللي شفت فيها عبد الناصر، أنت بتقول ميولي ناصرية، أنا ناصرية مش ميولي ناصرية. عشان تصحيح يطلع بعد شوي ميول الرئيس عبد الناصر شوبشية. اسمعني بس، تعرف الله يرحمه أحمد زكي الفنان شو العظيم. شو وليد؟ هذا وليد عنده تعليق. شو وليد؟ أنا عايز أقول بس يعني كلمتين. الأستاذة فريدة ما بتتكلم عن الرئيس عبد الناصر كأنه عليه الصلاة والسلام، يعني الله يرحمه كان له ما له عليه ما عليه. يعني حضرتك بتكلمي حب عبد الناصر أو لفظ حب، ده نقوله على نجمات السينما، أما إحنا بنقيم فترة تاريخية. الرئيس جمال عبد الناصر حضرتك تتكلمي عنه كأنه يعني يكاد يكون في مصاف الأنبياء، يعني ده اعتراض. الشيء الثاني، عبد الناصر، إذا كنت حضرتك متحيزة للرئيس عبد الناصر فده من باب أدعى أن تحترمي آراء المتحيزين للسادات أو لمبارك. حضرتك بتقولي يعني أنت ضد المتحيزين لهذا أو ها أو ذاك أو حتى الرئيس مرسي. أنا قلت فين؟ مش فاهمة يعني، فهمت كده من الكلام؟ لا بص، أنا طيب الحاجة الثانية يا مدام فريدة، إن الرئيس عبد الناصر طبعا كان رئيسا يعني رمز مصري وطني، لكن كان له أخطاء شديدة. يعني الرئيس عبد الناصر مات ومصر تمت هزيمتها هزيمة نكره في 67، نعاني من أثرها الاجتماعية حتى اليوم. ده رقم واحد. رقم اثنين، السجون والمعتقلات في عهد الرئيس عبد الناصر ما اعتقدش الناس اللي كانوا فيها دول كانوا يعني باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان. قضية المخابرات حضرتك أدرى طبعا، ونظام المخابرات والكتب اللي طلع كده على تفاصيل الفترة دي. يعني أنا طيب، مش معترض لحب وليد حضرتك وليد عبد الناصر، أنا معترض على تأليه الرئيس عبد الناصر. نحن لا نحاكم تمام بس زمن، يعني أنا زمن الرئيس عبد الناصر يعني. نحن نتكلم عن استغلال الأسرة والأقارب بالزبط. لموقع القربة أو الرئاسة يا أستاذ توني. نعم، بما أنك عم تتكلم معنا دلوقتي، بما أنك يعني أخذت الحديث اليوم من خلال التقرير اللي شفناه، من خلال الكلام ومن خلال الإجماع اللي موجودين معنا الليلة، أنه أكثر فترة كان فيها فساد واستغلال للنفوذ وللقربة، إن كان من أبناء، إن كان من زوجة، إن كان من أقارب، إن كان حتى من موالين ومقربين، كانت فترة الرئيس السابق حسني مبارك اللي حضرتك بتدافع عنه وبتدافع عنه. يا صديقي العزيز، دي أراء. أولاً أنا لا أدافع عن الرئيس مبارك أو عائلة الرئيس مبارك، أنا أدافع عن فترة حقبة زمنية 30 سنة مرت بمصر. نعم، ولاد الرئيس مبارك ضمن هذه الحقبة، يعني يجب أن يكون هناك إنصاف. لم يكن حسن رأي يعني نظام حكم حسني مبارك ملائكي، لم نقل هذا، كما لم يكن نظام السادات ملائكي ولم يكن نظام الرئيس عبد الناصر ملائكي. لكن نتكلم بقى، الأستاذ حلمي النمنم بيتكلم على مثلا تجربة الرئيس مرسي، بيقول إنها تجربة لم تكتمل. طب تجربة حسني مبارك، ظهر أبناء حسني مبارك وهذا كان مشوب ببعض الأخطاء، ده ظهر بعد 20 مشوب ببعض الأخطاء.
لا يا استاذ فريده حضرتك بتضحكي، ما انا هضحك على الكلام بتاع الدكتور. اضحك من الصبح. طب ما احنا مش انا معايا انا طيب. صور عبد الناصر الوحيد اللي اترفع. احنا عايزين نتكلم. لا مش مهم عبد الناصر صور على حاجه ما شفتهاش او صور ما تترفعش. انا بتكلم عن اللي شفته وعشته. احنا نشوف اللي احنا الله. يا دكتوره فريده احنا شهدتي. عارفين ان احمس حرر مصر من الهكسوس، مش كل المصريين شافوا احمس. احنا ده تاريخ. واحنا انا بقى شفت احمس بتاعي. طب ده يعني وليكن اذا كان عبد الناصر ملك فرعوني فده راي حضرتك، ممكن تقوليه في الجلسات. خلاص انا حره. ما انا عارف انا عارف ما انا حر برضو. حضرتك ما تضحكيش على العراق. كلمه حلوه ضحكتني. ابناء الرئيس مبارك ظهروا بعد 20 سنه من حكم الرئيس مبارك. طبيعي. كي نكون منصفين، فتره الرئيس مبارك كان فيها مزايا كما كان فيها اخطاء. زي ما قلت لحضرتك النظام لم يكن ملائكي، لكن لم يكن نظام الشيطان. يعني بدليل ان احنا لو قارنا نظام الرئيس محمد مرسي الان، مفيش ابن رئيس جمهوريه قال لواحد ظابط يا بغي، ولا قال لناس على الفيسبوك معارضين ابوه يا بغي. مفيش نفس الشخص اللي ده ممكن ما كانش يتقال في العلن، بس ممكن كان يتقال باماكن اخرى وبطرق اخرى. لما حضرتك المعارضين لك كرئيس جمهوريه وابنك يكتب على الفيسبوك كل معارضين الراجل ده بغال او واحد بيقول له يا بغل، لما ابنك يروح الضابط يوقفه يقول له انا مش عارف انت مين حسب ما نشر، يعني انا هقلعك بدلتك واقعدك جنب امك، هذا ليس سلوك رؤساء جمهوريات. لم يحدث في عهد مبارك ان حدث. ماذا لو اخطا احد الضباط كان مع جمال مبارك او علاء مبارك أو سوزان مبارك؟ أنا هحيل حضرتك. شو كان مصيره بتلك الحقبة لو أخطأ معهم؟ هل حضرتك تعرف يعني واقعة معينة مثلما نشرت وقائع عن ولاد الرئيس مرسي؟ هل في واقعة معينة حضرتك بتكلمني عنها؟ لا أنا بسأل. أنا أرد على حاجة حصلت يا أستاذ سوني. نعم. أنا بتكلم على حاجة منشورة، أنا معايا الأوراق لكاتبة ثورية او من المحسوبات على الثوره، هي صديقه عزيزه بل مش مهم هقول اسمها، ده منشور في جريده المصري اليوم، المقال عرفتي تربي يا سوزان، بتقول لحضرتك انها في مهما اختلفت الحكايات والحواديث عن صله ولاد الرئيس مبارك بالبيزنس والسياسه الا ان كل الحواديث اتفقت على انهما كانا ولدين مؤدبين. شوف حضرتك ده منشور في مارس اللي فات، لم نسمع ان جمال او علاء شاور باصبعهما اشارات بذيئه. هيجي لحضرتك تاني حتى وهم في السجن نسمع شعارات من الضباط بأدبهم الشهيد مع الجميع. أنا مش مدافع عن، على فكرة أنا عايز بس نفصل بين شيء، نحن نتكلم عن حقب معينة، حقب تاريخية سوف يذكرها التاريخ. نعم. صحيح كان في عهد مبارك أخطاء أدت إلى سقوط النظام، لكن ده مش معناه أن كل النظام كان فيه. بدليل السيدة سوزان مبارك هي اللي عملت مشروع القراءة للجميع اللي الأستاذ حلمي النمنم كان كتب عنه كتير قوي على ما أذكر، يمدح في هذا مجموعة الكتب. يعني أنا كنت بتابع وما زلت بدافع عن هذا المشروع إلى اليوم. أهو ده رقم. كل الناس حضرتك تقول لي للأستاذة فريدة لا بس ده ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه. أنا ما هاجمتش. لا أنا بتكلم عن الفساد وعن التجارب. هو ما خلانيش كملت كلام. قبل أن نكمل لابد من أنه الدكتور المحاكمة يجب أن تتم على فساد أي فاسد، لكن لنكون موضوعيين. أنا بس عايز سنعود إلى هذا الموضوع حتى دكتور، بس خليني أسمع كمان رأي الدكتور فودة في هذا الموضوع. والله أنا يعني بصراحة مستغرب من كل الحوار اللي حصل سواء من الأستاذة فريدة أو من الأستاذ وليد. الأستاذة فريدة بتتكلم بتعرف تعريف الديمقراطية هي حكم الأغلبية. تعريف الديمقراطية هو حكم الشعب من خلال المؤسسات. من خلال إيه؟ من خلال المؤسسات. وعهد عبد الناصر لم تكن فيه مؤسسات، كان ديكتاتوريا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الأستاذ وليد بيكلمنا عن المصري اليوم وكأنه القرآن الكريم، ولا يعلم ان معظم ما ينشر في الصحف المصريه كذب في كذب. حتى الان لم تثبت حادثه واحده من كل هذه الاحاديث التي قيلت عن ابناء الرئيس محمد مرسي. الحادثه الوحيده التي تم التحقيق فيها حادثه حصلت اثناء الحمله الانتخابيه للسيد الرئيس مع احد ابنائه، والنيابه اثبتت ان ابن الرئيس هو الصادق بسبب تضارب شهادات الزور من قبل من قاموا بتلفيق هذه التهمة. أي حادثة؟ بس يا ريت بتشرنا إلى الحادثة. الحادثة اللي حصلت في حادثة سيارة في مدينة الزقازيق.
الامر الثاني دي كانت قبل الانتخابات. قبل الانتخابات لا دي كانت قبل هذه الحادثه، كانت قبل فتح المعركه الرئاسيه حينما كان الدكتور محمد مرسي لا يزال رئيسا للحريه والعداله، ومش والموضوع انه مش ثبت عدم صحتها، لا تم التصالح وقيل ان الضباط لم يتم التصالح، لكن ثبت ان الشهود كانوا شهود زور. تستطيع ان ترجع الى سجلات. خلينا نسمع ارجوك. طب اقوم اروح. تفضل دكتور فوده. ابن الرئيس ليس له حساب على الفيسبوك، وقد اكد اكثر من مره هذا الامر، والحساب الموجود مختلق. هذا امر. الامر الثاني الحادثة التي تتحدث فيها عن انه قال لضابط انت بغل، يعني لو كان هذا الامر صحيح لماذا لم يتقدم هذا الضابط ببلاغ للنائب العام؟ لماذا لم يتم؟ هل يجرؤ؟ لا، ما لا يجرؤ الان على نقد رئيس مرسي؟ ما لا يجرؤ الان على التقدم بالغلط ضد رئيس مرسي؟ ما لا يجرؤ الان؟ مش للضابط يا دكتور. بالعكس كل الناس، مش للضابط، كل ده الرئيس الوحيد اللي كل الناس بتنتقده، الرئيس الوحيد اللي كل الناس بتكذب عليه، الرئيس الوحيد اللي كل الناس بتشتمه. تكذب عليه يعني بتكذب عنه، يعني بتقول كلام كاذب عنه. بتقول كل الناس بتقول كلام كاذب. الاستاذ فهمي هوادي، الاستاذ فهمي هوادي في احد مقالاته منذ اسبوع بيقول ان الاعلام المصري ينشر يوميا اكثر من 100 خبر كاذب عن الرئيس مرسي وعن جماعة الإخوان المسلمين، وأن هناك أكثر من 100 حلقة من حلقات الإعلام المصري كيف تصف عائلة كيف تصف عائلة الرئيس مرسي مكذوبة؟ كيف تصف عائلة الرئيس مرسي واستفادتها من النفوذ اليوم؟ وعندما نتكلم عن عائلة الرئيس مرسي لا نتكلم عن الزوجة والأولاد، نتكلم عن الجماعة ككل. نعم، كيف رأيك؟ أقصد أن أسرة رئيس مرسي يا جماعة الإخوان المسلمين، هو يقول ذلك، هو يقول أن أسرته الكبيرة يا جماعة الإخوان المسلمين التي تربى في وسطها. يعني أولا أسرة الرئيس مرسي لم تستفد بشيء حتى الآن، الأسرة الصغيرة، الأسرة الصغيرة لم تستفد بشيء حتى كبيرة. حتى أخلص طيب، حتى إن ابنه لما تقدم لوظيفة مثله كمثل أي مواطن مصري قامت الدنيا ولم تقعد. يعني الأساس الأول هو حصل على الوظيفة، لم يحصل على الوظيفة، حصل على الوظيفة. دي هو ما قالكش بس حصل على الوظيفة. حضرتك لو حضرتك أتعبت نفسك يا أستاذ توني ورجعت لمذكرة النيابة التي قامت بالتحقيق في البلاغات التي قدمت في هذه الواقعة، قالت أنه لم توجد شبهة استغلال سلطة أو شبهة التدخل لصالح ابن الرئيس. نعم. بل تقدم مثله مثل باقي المواطنين المصريين الذين تقدموا لهذه الوظيفة، ثم قام بسحب أوراقه بعد أن قامت الدنيا، حتى وكأنه ليس من حق الحصول طيب على الوظيفة. ما زالك معنا في الكلام، عاوز بس أسأل سؤال. ما زالك معي؟ الصحفي الكبير جمال فهمي وهو عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين قال صراحة إن من وراء مقتل الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف هم الأخوان، لأن الحسيني كشف في تحقيق نشر بجريدة الفجر عن فساد أحد أقارب الرئيس مرسي، وكيف أن الرئيس مرسي تدخل ليتم الإفراج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسي، وكان محكوم عليه في قضية رشوة. من ضمن الكذب الاختلاق، يعني أنا نفسي اللي عنده حاجة يقدمها للنيابة. ولكن العفو الرئاسي منشور وحدث. عفو رئاسي عن مين؟ عن صهره يمكن للرئيس. صهره مين؟ أخوان الرئيس شغالين مزارعين في الأرض. صهره حتى صهره الآن. يعني زوج أخته يمكن. أولا جريدة الفجر بتاعت الأستاذ عادل حمودة، نعلم جيدا مدى العداء الشديد الذي يكلمه هذا الرجل للإطار الإسلامي. ما دلوقتي صرت شاتم بالصحافة المصرية كلها، يعني ما فيش ولا صحيفة مصرية تنصف الإخوان في مصر أبدا. والله نرى مراكز الأبحاث المحترمة التي تقوم ببحث بعمل استبيانات لمدى كذب وصدق الصحافة المصرية والإعلام المصري بشكل عام، وستجد هذه الحقيقة المؤلمة. الأمر الثاني أنه من قتل الأستاذ الحسيني هو من أرسله إلى هذا المكان اللي كان بيديله 400 جنيه في الشهر، وكان بيستخدمه
من اجل هذه لا يعني ثانيه واحده انا عايز اتكلم في هذا اتكلم في هذا لا 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 لو سمحت اتفضل وليد اتفضل اولا الحسيني ابو ضيف كان مات وهو الحسيني ابو ضيف مات وهو يؤدي وظيفته واذا كان هناك من ارسل الحسيني ابو ضيف ليه ان هو يعارض الرئيس فهذا ليس مبرر للقتل انت يا سيدي محامي الشيطان انت تحاكم هل انت تدي مبررات ان جماعه تقتل واحد انا لا اعتقد في هذا ولا اعتقد انت فاهم انت بتقول ايه لكن في حاجه ثانيه اولا مش معقول كل الاعلام كاذب المصري ويقتل الصحفيين عشان ده بيتجنى على الرئيس مرسي عليه الصلاه والسلام الشيء الثاني عندما حصر الرئيس مرسي المحكمه الدستوريه وعزل النائب العام الصحافه كانت ضد الرئيس مرسي يا صديقي انا جاي انا مش عارف انت جاي المره الثانيه لا 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 لا, لا اصل في حاجات ما ينفعش لازم اقطعك فيها بعد ما اخلص برد عليك احترام الشديد للحسيني ابو ضيف الله يرحمه احنا نحترم كل الشهداء نحترم كل الشهداء ازاي تحترم ايه ده انت بتقول لي اللي قتله هو اللي وداه يا سيدي انا بتكلم في الاسباب سيبني الاخر اسباب ايه يا عم الامر الثاني من قتل في احداث الاتحاديه هم الشباب الاخوان المسلمين ازاي اللي اتقتلوا هم اللي يقتلوا كيف ذلك مش معقول من قتل 10 من شباب الاخوان المسلمين ده واضح ان حضرتك بتقرا الحريه والعداله بس لانها مش ضد الاخوان يعني انت بتقرا الحريه والعداله فبتجيب لها اخبار لا لا ان اللي اتقتلوا في الاتحاد لا لا دكتور لا انا مش عارف جانا ناخذ تعليق الدكتور حلمي اتفضل كمل قبل تعليق الاستاذ حلمي الاعلام المصري كله بجلاله قدره ما قدرش يثبت ان واحد فقط من الاعلام ما بيثبتش يا استاذ اللي تم الاعلام مش وسيله اثبات في الاتحاديه ينتمون لغير الاخوان يا صديقي ولا بتعليق اولا على ما قاله وليد وعلى ما اولا حتى استنى بس حتى مش عارفه اللي اسمه مينا ايه ده اللي اتضرب وشفناه ده برده كان اخوان مش معقول ضرب فين الضرب فين مين؟ في الاتحادية لا ما حصلش يا صديقي العزيز ثانية واحدة بس يا أستاذ حلمي أنا عايز أقول كلمة بس بهدوء ثواني يا أستاذ حلمي يا صديقي العزيز أيها الشخص المحترم اللطيف أنت تعطي الآن بس عشان أبقى فاهم أنت بتتكلم إزاي هل أنت تعطي الآن مبررات للقتل؟ لا يعني الحسيني أبو ضيف قتل ومن أخرجه؟ لا طب أنت قلت كده اسمعني لا فهمني عشان أفهمك بس طب تخرجوا أقصد خليكوا في البيت اقصد لا لم اقل هذا يا صديقي رد عليا انا ما قلته يا صديقي العزيز رد عليا انا سالت سؤال هرد عليه اتفضل اتفضل انا اقصد ان الحسيني تم قتله قبل ان يقتل لما قتلوه اقتصاديا واجتماعيا وكانوا بيدوا له 400 جنيه في الشهر ماشي مين اللي قتله جنائيا انا مسلم معاك انا مسلم معاك يا صديقي الاخوان المسلمين بتدفع كام للصحفيين بتوعهم انا مسلم معاك ان هو من قتل شباب الاخوان يا دكتور يا صديقي العزيز انا فاهم يا دكتور انت بتقول ان الحسيني كما كانش بيدفعوا له 400 جنيه الاخوان بيدفعوا كام للصحفيين الشبان اللي عندهم 30 جنيه بيدفعوا كام 40 جنيه انا هقول لك اقل من 400 جنيه الشبان بيطلعوا يا استاذ حلمي استاذ حلمي دي مش القضيه مش القضيه كده القضيه يا صديقي العزيز رد عليا ارجوك علشان الراي العام بس يعرف انا بس انت تريد ان تقول ان مرتب الحسيني ابو ضيف القليل في جرنان صوت الام هو اللي قتل الحسيني ابو ضيف انا قلت قتل قبل ان يقتل هو في الفجر مين بقى اللي قتله القتل الحقيقي طيب يا اللي قتل شباب الاخوان طب الحسيني ابو ضيف قتله شباب الاخوان لا الشباب من قتل شباب الاخوان هو من قتل الحسيني لا ده انت بتلف بقى طيب ده انت اللي عمال تلف انت اللي عايز تفهم الكلام على مزاجي يا سيدي اولا انا بس عايز ارجع للكلام اللي قاله الاستاذ وليد بخصوص نجلي الرئيس مبارك خلينا نفرق بين شيئين انسان مهذب في كلماته وفي تعامله مع الناس وانسان فاسد ده صحيح انا معاك وانت حضرتك بتقول ان ولاد حسني مبارك ما ظهروش وما تدخلوش الا بعد 20 سنه مظبوط مظبوط لا هذا الكلام مش صحيح وانا اذكرك بالقانون 93 عفوا بس في حادثه حضرتك ذكرتها انه جمال مبارك كان في المنصه قبل ما جمال مبارك كان ابن النائب كان ابن النائب وابن قائد طائرة الطيران اللي انتصر في اكتوبر وده ممكن تحصل لان ابن السفير السوداني كان موجود يا استاذ وليد وقتها انا فاكر يا استاذ وليد في واقعه مهمه اظنك تذكرها واستاذتنا الاستاذه فريده تذكرها وقعه القانون 93 لسنه 95 لتوقيت حريه الصحافه مظبوط مظبوط هذا القانون انت تعرف انه وضع بسبب علاء مبارك والحديث في الصحف وتحديدا في جريده الاهالي عن فساد علاء مبارك ماليا يا صديقي العزيز انا معاك اسمعني اكمل انا معاك اصلي أكمل. انا معاك في ده انا مش على فكره مش بدافع عن ان هم مش فاسدين انا بقول لحضرتك ان يجب ان ياخذ الفاسد عقابه بالقانون لكن ده لا ينفي او لا يقارن بما فعل اولاد الرئيس محمد مرسي
خلينا يعني انت موافق كبير اليوم على محاكمه جمال وعلاء مبارك؟ انا موافق على محاكمتهم بالقانون العادي قانون. وان نتقبل الحكم الصادر دون التشكيك في القضاء. ليه؟ لان الاخوان لما يصدر لهم حكم بيبقى تمام التمام والقاضي تمام التمام ومصر قضاءها شامخ، واول ما يصدر حكم مش عاجب الاخوان يبقى يروح يحاصروا المحكمة الدستورية. يعني المحكمة الدستورية التي حاصرها الإخوان المسلمين هي نفس المحكمة الدستورية. أنت برأيك أن جمال مبارك وعلاء مبارك هم فاسدين ولا لا؟ ما حدش يقدر يعرف الحكاية دي غير القاضي اللي بيحقق في القضية أو اللي بيحكم في القضية ده فعلا. خلال يعني خلال فترة الحكم، يعني لما كانوا موجودين، شوف أنا من خلال الممارسة، يعني أنت كمواطن مصري كنت تشوف أنه هناك فساد، هناك استغلال سلطة ولا لا؟ أنت كمواطن مصري، كشاب مصري، أنا كشاب مصري أرى أن هناك ميل إلى استغلال النفوذ، شبهة استغلال النفوذ. لكن في نفس الوقت أنا أوافق أن أبناء الرئيس يمارسوا السياسة من منطلق قانوني أو منطلق أرضي. يعني زي ما الأستاذ بيقول أن ابن مرسي تقدم من غير ما حد يعرف وراح سحب ورقه زي أي مواطن عادي، أنا أتصور أن أبناء الرئيس ممكن يمارسوا السياسة. صحيح حصل فساد من فريق ما حاول استغلال أبناء جمال مبارك، لكن ده ما يعنيش، لا يعني في النهاية أن نسحب ما تم على نظام مبارك كله ونقول ان مبارك نظام حلمي. مبارك لا فيما بس خلونا نسمع دكتور حلمي حتى النهايه من دون مقاطعه فيما بعدين نسمع فيما يخص انا ما اتكلمتش اولاد الرئيس مبارك. علاء عمل فساد مالي وجمال عمل فساد مالي وفساد سياسي، ده ثابت واحنا عارفينه وكل شيء. لا مش ثابت يا استاذ حلمي، خلاص بقى خليه يتكلم. ثواني، انه الاستاذ جمال مبارك في حديث في سنة 2010 قال أنا عندي شركة صغيرة رأس مالها 750 مليون جنيه. من أين جاء بال 750 مليون شركة جنيه؟ صغيرة؟ أنا أتحدث عن حديث صحفي منشور ونشر الترجمة له في مصر ولم يعترض عليه ولم يكذب يا صديقي العزيز. ففكرة أنه في هناك فساد مالي، نعم يا صديقي العزيز مالي. أنا عارف ليه يا أستاذ حلمي كده، أنا دارس قانون. أنا بقول لحضرتك ليه، أنا وحضرتك ما نقدرش نحاكم في قاضي وفي محكمة، حضرتك بتنادي بدولة القانون. أنا إذا كانوا مدانين فلتدنهم المحاكم. أنا لا أتحدث، يعني أنا ما بدافعش عن أشخاص على فكرة إن كانوا فاسدين. يا أستاذ وليد كلامك صحيح لو بنتحدث جنائية. طيب، أنا بأتحدث سياسية. ما هو الفساد السياسي أصلا؟ وصلنا لحقبة أنا وصلنا لحقبة الرئيس مبارك، كنا عم نشرح عن حقبة الرئيس عبد الناصر، حقبة الرئيس السادات، وصلنا للرئيس مبارك. تفضل. أنا بقول الرئيس مبارك السيد علاء مبارك مارس فسادا ماليا. من يتهم سوزان مبارك بأنها كانت الحاكم الفعلي لمصر في فترة العشر سنوات أو الخمس سنوات الأخيرة؟ أظن أن سبب رئيسي لسقوط حسني مبارك رقم واحد ملف التوريث. ما هي المآخذ على دور السيدة سوزان ملف مبارك؟ ملف التوريث بس؟ ملف التوريث ده خطير. ملف التوريث، السيدة سوزان مبارك الجوانب الطبية والصحية ولعبت دور مهم فيها وينبغي أن تستمر. خلينا نقول أنه في العشر سنوات الأخيرة مصر ما كانش فيها حالة شلل الأطفال واحد. هل يمكن لنا أن نشبه سوزان مبارك بليلى طرابلسي بن علي؟ لا. لا لا طبعا. ليه؟ شو الفرق؟ لا، الفساد المالي، ليلى طرابلسي في المقام الاول كانت فساد مالي. سوزان مبارك كان همها ان ابنها هو الذي يحكم. لما تيجي تقول لي انا منتخب شعبيا، اولا انت نص الشعب ما انتخبكش، هو راح ميدان التحرير وقال انا اهو، بعد كده شفناه وهو بيصلي محاط بالاف الحراس. انتم بقيتوا وحشين الى درجه ان كل الناس مش عايزاكم وضدكم. ما عشان كده بنكسب الانتخابات. الرئيس المنتخب يعني اللي جايب الصندوق يجوز فسخ هذا العقد لو الرئيس ما وفاش التزاماته. صح. يعني من ضمن الخزعبلات اللي بيرددها الاعلام المصري واللي بيسير وراء الاعلام المصري بيع سينا. طب ادونا دليل واحد على بيع سينا، ادونا اي اشاره اي مشهد، مفيش. قول بيع سينا. طب انا مش فاهم الاعلام المصري، انت نازل في الاعلام المصري. ما هو اللي بيروج الاشاعات والاكاذيب ديه.